السلام عليكم اخوة الكرام، تحياتي لكم اخوتي اينما كنتم. جمعة مباركة، اليوم الجمعة، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نشارك معكم الحاج الفحصي، راني غادي عنده ان شاء الله، عرضني الغداء، يلا صلينا صلاة الجمعة الله يقبل، وغادي ان شاء الله عنده راه كينتظرني ونشاركوا معكم اخوتي. تشوفوا واحد الراجل طيب، لا ما نشكر لكم اخوتي، ما نكثرش عليكم، يلا دخلوا معايا تشوفوا، مرحبا بكم، مرحبا. ما شاء الله اليوم جو رائع اخوتي، واحد المنظر بزاف تبارك الله. هذا اخوتي المهايا، تحياتي لكم، تحياتي لخوتنا المغاربه في العالم. شوفوا على ديكور السما، شوفوا ما شاء الله. اليوم راه طاحت الشتا اخوتي، من شد شاد وي وانا طاحت دقيقه السما، الحمد لله والشكر لله. دابا غادي قربنا الماريا كاينه حدا المهايا، كاينه المهايا وكاينه ماريا، وتحياتي للناس ديال ماريا، راه كنت ديجا درت واحد الفيديو في ماريا. غادي نمشيو عند الحاج تما ماريا ان شاء الله، لا والو، قالي كيلومتر ان شاء الله للدار. هادي اخوتي الدخلة ديال ماريا، هي هادي طريق مكناسية كتبقى الفوق، هي هاديك، وطريق فاس كتبقى لتحت، هادي الدخلة ديال ماريا اون فاس. هادي الدخلة ديال ماريا غادا سال داك الجبل اللي لداخل، تما كاين فيلاج كبير، الناس والحركة اللهم بارك، كاين قهيوات، كاين المهم فلاحة موجودة تبارك الله، الله يبارك. هاد الجبال كي دايرها، هاد الجبال اون فاس ماريا، الجبال هادوك دابا كيشوفو فواد جديدة، كيشوفو جهة اللي مليح كتشوف عاوتاني تخيصة، وهاد الجهة كيشوفو في ماريا. تبارك الله كاين الوداد وكاين العيون تما، الله يبارك. تحياتي لكم اخوتي وتحياتي للمغاربة في العالم، غنبدركم معانا وغتبرعوا معايا هاد الدار ان شاء الله، اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله، الإخوة الكرام تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم إن شاء الله رحنا في الضيافة ديال عمي الحاج، عمي الحاج غني عن التعريف، الحاج الفحصي، راه معروف فاس والنواحي، راه كنت ديجا هضرت لكم عليه في الخميسات، وكتبتوا لي في الكومنتيرات وشي وحدين اتصلوا بيا. تحياتي للإخوة اللي في أمريكا، وتحياتي لخوتنا اللي في فرنسا واللي في أوروبا كاملين. أنا ما نقدرش كل واحد نقول السمية ديالو، كنشكركم كتدعموني وكتعاونوني، واليوم راني في الضيافة ديال عمي الحاج. تحياتي لك عمي الحاج. مرحبا بك عمي الحاج. الساعة ساعة مبروكة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. مرحبا بسي عبد العالي، وهاد الضيافة راه ما ساهلاش، والله يخلف عليك على هاد الجهة اللي غادي تعطينا درس فيها وتاخذ منا درس. أنت الله يخلف عليك، ضيفتيني وكرمتيني، الله يجعل سيدي ربي يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. غير باش نقدم لك راسي، محمد الفحصي، نعم، دوار الخراري، جامعة المهاية، أول عندي 41 سنة في المجلس البلدي، كندير رئيس مجموعة الجامعات ديال إقليم مكناس كامل، تبارك الله، وعضو في المجلس الإقليمي، تبارك، والخليفة ديال الرئيس ديال جامعة المهاية، ورئيس ديال الفروسية تبوريضة، تبارك، ورئيس ديال فريق كرة القدم من اول البدايه ديالها الى الان، تبارك الله، صغير وفي كل شيء، واللي عندي هو المهمه ديالي هي الان في الخير التغريضه، لان علاش لقينا الوالدين، وماشي انا اللي قلت لك ذاك النهار راه عطاونا البلاد العاود، لان احنا هذا الشيء سمعناه من والدينا، قلنا للوالد كي داير هذا الشيء ديال هذا، قال لي هذا الارض اللي راه عندكم هنا راه عطاوها لي على حساب العود، ومنين وصلنا لواحد الوقت اللي ما بقاش الخيل قلالو، رديتها لك السمية ديالك من عندك، الناس اللي كاع خداو داك الفوج كاع اللي خدا من البلاد من عندك، الناس ديال اللجنة السلالية خديتها هاد البلاد، والمكحلة الآن راه عندها تقريبا واحد 100 عام ولا 95 عام، بعدا أنا 76 عام عندي، وكانت المكحلة داك الآن، بقى دابا الآن ديك المكحلة. والأرض عمي الحاج توضح للجمهور ديالنا والمتتبعين ديالنا، الأرض كيفاش عطاوها لكم؟ كيعطيوها لكم إلا شريتي السلعة مقابل، مقابل مقابل، إلا كانت عندك الفلوس وقاد تشري كتشري العود
وكتجيو دوك الناس ديك الساعه ديك اللجنه اللي كانت تتفرق كيعطيوك الارض، الا كانت الارض سمينه وزينه كيعطيوك فيها نص قطار، كان عندك الارض فيها الحجار وهذا كيعطيوك فيها قطار على حسب الغله اللي كتغرق ديك اللي... الكرام انتم سمعتوا عمي الحاج وضح لنا كيفاش الامور ديال اللي كيكسب العود كيعطيوه الارض، وكما قال هو على فمو انتم سمعتوا كان واحد الزمان ماشي بزاف هادشي كان في استعمار عمي الحاج ولا كان احنا ما نعرفوش، الوالدين اللي كيعاودوا لنا انا قلت لك 76 عام لقيت عندنا الخيل، لان احنا كنا لك كتعرف الخيل هادشي ابان على جد عندكم انتم، الخيل عندنا وقت التحراك كنحركوا عليهم نعم بوردو نعم، ووقت الخدمه ديال الماكينه ديال الزيتون نعم، واحد كيطحن بالليل وواحد كيطحن بالنهار تبارك الله الخير، ومربيينهم تربيه على حساب ماكينه الزيتون نعم، وعلى تبوريد ملي كتجي تبوريد كيتبدل العود ونتبدلوا حنا وكنوليو في جو اخر تبارك الله. الاخوه الكرام باش تعرفوا الحاج الفحصي راه تبارك الله ما شاء الله اللي بغى عندهم طحانات الزيت معروفه في الدخله ديال المهايا، غير كتفوت المهايا بواحد شويه كتلقى ياك ولا في الدخله ووضح لنا من الحاج فين جات الطحانه ديالك، وهذا الحاج هذا اخوتي اللي بغى يجي عنده ان شاء الله يطحن او لا يشري الزيت، انا بعدا كنضمنوا لكم هذا الراجل حيت انا ما نقدرش نضمن اي واحد، ولكن كنشوف الانسان خالص في الكلام ديالو، والناس بزاف هضروا لي على هذا الحاج هذا، وعاد كتاب لي نجي عنده الاخوان بزاف بزاف تيقولك علاش ما تمشيش عند الحاج الفحصي او ديما كتبش هذا، وحفيد ديالو مقدم كنتلاقى معاه وعاد كتبت لنا نجيو عند الحاج، وراه شرف ليا وراني فرحان بزاف اخوتي. ان شاء الله الرحمن الرحيم الطحانه ديالو هي اللي كاينه في الدخله ديال المهايا، وغتسولوا على الحاج الفحصي او لا تتصلوا بيا، ومرحبا اللي بغى الزيت ولا اللي بغى يطحن مرحبا، راه حل البيبان ديالو. على هذا الشيء اللي تكلمت عليه ديال الماكن، حنا الوالد الله يرحمه الله يرحم الجميع كان كي نجار نعم، وكان يصاوب الرحال بيدو ويدير المغزل ويدير له الخنزيره نعم بحال البولون، عرفت هذاك المغزل مصاوب كيصاوبو في طاج ويوجدو ويعيط للقبيله ويجيب الشجره عاوتان ويديرها، كان نجار ودارها تخدم هذا كيطحن غاب بداك البريسيون كيطحن غاب بالراحه هي بالراحه، ولكن باش كيبريسيو بواحد الاله كاين البريسيو بخشبه كانت خشبه هي هذيك البريسيون، وكتطلع المغزل من هنا والفوق كاين الخنزيره تيديرها بحال الكرو بحال الكرو كتزير غا امي وكيدير تبارك الله، وبدا بها شويه طورت الامور الحمد لله وجاب الله التيسير، ولينا درنا بلونشير بلونشير آلات ديال فرنسا نعم، وخدمنا بهم عاوتاني ولات الامور تبدلت ولينا جنة الطاليان طاليان رحيل وبريسات من بعد مشينا للطاليان وجدت الكونتيني من طاليان من باري تبارك الله، جدتها تطحن 120 طن في 24 ساعة تبارك 5 طن في الساعة تبارك اللي كتطحن، اما هذو اللي عندنا هنا عندي جوج كيطحنوا، وحده كطحن 70 طن في 24 ساعة، وحده كطحن 25 حتى 30 طن في الساعة تبارك هادو هنا كيخدموا وهذيك اللي كتخدم، والامور غاديين ومع القبيلة وغاديين تنطحنوا الناس، وراك عارف داك الطحين كل واحد على حساب، كان بكري كيطحن 5 يطر ولا 6 يطر كيعطيها في الطن ولا 10 يطر نعم. ولات بقات 5 دريال ولا هذا الكيلو ولات 10 دريال الكيلو باش كنطحنوا نعم. دابا الامور كتحسن الحمد لله، حتى ولينا كنطحنوا راسنا ونبيعوا بالستيرنا ونبيعوا الله، ولكن اللهم لك الحمد الحمد لله على هذه الساعه الحمد لله والشكر ساعة لله، ساعة زينه بزاف الحمد لله فيها كل شيء الحمد لله، فضل الله وهذا الملك ديالنا الحمد محمد السادس الله ينصر الله حرية تامة آه، اللي بغى يخدم على راسو يخدم ويصور ويدير ويدير آه. واللي بغى يخش راه ما غادي يدير ما يصور ما يدير حتى شي حاجة عندك الحق ايوا قال لك تسولها انا حداك قال لك فمن غشنا فليس منا، يعني الانسان اللي تيغش راه ما يرضاش. انتم الاخوان سمعتوا عمي الحاج الفحصي هو هذا، اش نقول لكم ما شاء الله انا فرحان باللقاء ديالي معاه، وكاينين كاين الرئيس غادي نتناقشوا مع سعاده الرئيس ومع المقدم، وغادي نعرفكم كاع على بالركابه ديالو ولا بكل شيء،
وان شاء الله غادي نخرجوا نديروا شي محرك ان شاء الله. جبتي شي خويا ولا عمي الحاج؟ نعم ماشي. شحال كاينين دابا؟ دابا بقاو 5. تبارك الله، 5 راه الخير والبركه. قالك دابا بقاو غير 5 شحال كاين؟ 22 عام. تبارك الله عليك عمي الحاج. شوفوا الاخوان الناس اللي كيرقوا خويا المحبه ديال الخير. شوفوا سبحان الله العظيم راه الحمد لله بلا غش بلا نفاق بلا مع القبيله كامله. الحمد لله. باش تخدم انت مع قبيلتك 41 سنه يعني لا بد يبان العيب، راه غير سيمانه كيبان العيب. ايوا الحمد لله غاديين مع القبيله ديالنا احسن. والله والله عمي الحاج الى شوف ما كاينش صعيب وما لقيناش راه حنا حنا دابا راه ولينا في مكناس فاش دير راس مكناس و15 الجامعه اللي تابعه لي. تبارك والحمد لله بفضل الله والاخوان الحمد لله وغادي في سيره حسنه مع كل واحد. الحمد لله الشادقه ديال اللي قلتي الناس قالوها في الدار ديالك هذاك السيد الله يعمر له غير الدار. انا راه ما تنعرفكش انا عمي الحاج والله العظيم الناس اللي هضروا عليك في واحد المنطقه قال لك هذاك السيد كيخاف الله ما يأذي حد ما يقرب حد وعاطينه واحد القمه في القبيله ومحتارمينه حيت هو محتارم راسه. صحيح الجماعات والجماعات وتسير الجماعه وتسير الجماعه راه هذا الشيء اللي كنقول لك دابا من 83 وانا في الجماعه. تبارك الله يعني الحمد لله. الحمد لله ما كيزاحمنا حد يقولنا لا غادي نضدك ولا لا لا الحمد لله ما نمشيو الحمد لله مع لا انت موسى اللي ما كاينش اللي يقرب لك غير ما تغش. ما تغش وما ديرش حيل وما تعداش على الناس وما تعداش على الناس وراك غادي والله ما تعاديش شي حاجه. وانت اللي بغى يعاديك راه كيتعادى بلا ما يوصل لعندك كيتعادى وقبل ما يفكر غادي يتعادى حيت كاينين الناس اللي كيحبوك غير يقول اسمعوا لي شي هضره وما يمشيو ياديوك حيت يقولوا هذاك السيد ما تقربلوش هذاك راه هو القمه ديالنا. امين امين يدي نفسي حسنه مع الاخوان كاملين. امين يا رب. الطراب ديال الحباب الحمد لله متواضعين مع كل واحد الحمد لله. الحمد لله هما مشرفينا وحنا مشرفينهم اكثر. والله لا خطيك عمي الحاج حنا ماشي شي قمه عندنا كبيره الحمد لله. هذه العضويه اللي عندنا نعم الحمد لله ما كاين هذه ولا اللهم لك الحمد كل واحد. شوف الحاج انا غير تلاقيت قلبي تفتح لك وارتحيت لك داكشي ديال الله سبحانه وتعالى واتصلوا بيا الناس قال لك تمشي عند الحاج وجيت كنجري حيت انا مشوق نجي لعندك وراه شرف ليا والله العظيم شرف ليا. ما نويش عليه الساعه وبينت لنا كل شيء وبقينا نهضروا وكنقولوا راه كل شيء مغمض. غنوريكم المقدم ديالنا ديال البهايا تحياتي ليه هذا راه هو الحفيد ديال عمي الحاج. تحياتي لك اخويا غادي تشرف لي راسك والسميه حيت انا كنعرف السميه وكاين الجمهور اللي غتقول. مرحبا بالمشاهدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك اخويا عبد العالي عندنا في المهايا. شرف لي جاكم وكتلفتي انا مقدم ديال الطربه ديال جماعه المهايا. تبارك الله. كانوا العائله ديالنا كانوا غاديين في هذا المسار هذا. نعم والحمد لله هذه واحد كنا حنا مع واحد المقدم وهذه واحد 3 سنين قدر الله ودرنا الطربه ديالنا بوحدنا بفضل هاد الناس كاملين والجد ديالي الحاج بحسين. الحاج بحسين درنا الطربه ديالنا بوحدنا والحمد لله هادشي ماشي غريب على الجد ديالي الحاج بحسين. انا بصفتي مقدم تنشكر جميع الركاكبيه ديالي كاملين اللي تاهما عاونوني حيت من حبسنا بقاو تيقولوا شنو غادي نديروا في المقدمين. نعم كل شيء بقى ولكن بهاد الوجوه هادو والدراري صحابي هما اللي شجعوني. شجعوك ورشحوك باش واحد السن ديال 23 عام ويقول لك زيد دير مقدم راه حتى شي واحد ما غادي. صعيبه مسؤوليه راه ما ساهله. عارف شنو مقدمش كي دايره والحمد لله. الحمد لله. رضات الوالدين وربي يسرنا الامور. الحمد لله. وحنا دابا راه حنا شاركنا في 2022. تبارك الله. وهاد السنه ان شاء الله راه تنقولوا غادي نشاركوا. طلب رب العالمين هذا العام هذا في الاقصائيات ان شاء الله. و 22 فين وصلتوا انتم في المشاركه؟ كنا مشينا بالشبان ديالنا لدار السلام. مشيتوا بالشبان؟ مشينا بالشبان. تبارك الله. وهذا العام ان شاء الله راه غادي نشارك انا بالطربه ديال الكبار. الكبار ان شاء الله. وغادي يكون ولد عمي مع الفئه الصغيره. واخا والاسم ديال الطربه ديالكم؟ جمعيه الكرم. جمعيه الكرم. تحياتي لكم وتحياتي لهذه الجمعيه والله يخليكم ديما مجموعين. كمل اخويا. اخويا عبد العالي بغيت نقول لك هو ان هاد الفروسيه هادي ماشي بنادم راه ماشي مبدئيه غير غادي تجي وغادي تقول غادي نتبور. نعم راه المقدم خصهم يكونوا يشوفوك واحد النظره اللي قابله للمجموعه كامله. نعم صح كما تيقولوا في الخزانه خص تكون ديك النظره. نعم والركوب ديال الخير خص الدراري كاملين يكونوا تيحترموا المقدم وتيحترموا الشيوخ الكبار. وحنا الحمد لله راه معروفين كعائله. نعم
الضربه ديالنا راه كلشي ما كاينش اللي تيشد تيهز العين ديالو في اللي ما كبر منه. تبارك الله، وهادشي ربنا عليه جدنا، الله يخليه لكم، خطي علينا ولا يطولنا في عمره، الله يخليه خطي عليكم وتحياتي ليه. اللي يدير معنا راه ما يدير معنا حتى شي واحد. وا تبارك الله ما شاء الله عليه. هذا هما الاسلوب اللي كنا كنهضروا عليهم، وراه كان اخ قبيله هذا الشريف هذا راه مولوع وعنده الخيل وشي حوايج غادي يناقش معنا فيهم الامور. كيفاش كتشوف انت الخياله وكيفاش كتشوف هذا الانسان اللي تيكون تيركب مزيان؟ نعم. وتيقلب العود وتيلبس مزيان؟ نعم. شي حد اللي ما تيلبسش مزيان تيمشي فوق العود ما تيكونش هذا، ولا تيشعل كمي فوق العود ولا شي حاجه، هو اللي ما عندي ما عدا منه. تنشوف الراجل تنبغي الراجل تيركب مزيان وتعرف يركب ويعطي القيمه للعود. الله يعطيك الرضا، برافو عليك. يعطي القيمه للعود. نعم. ماشي العودي بسم الله راجع هو بالمرتبه ديالو. اي خصو يعطيه المسائل ديالو ويقدر. حنا ولادنا تبارك الله تيركبوا وتنقلدوهم وتنهضروا معاهم. هذا لا يخدع علينا. الحمد لله سيدي السي عبد العالي. نعم. الحمد لله حنا مع هذه المجموعه كلها ولادنا تنبغيهم يبانوا. نعم. وتيبغيهم يركبوا مزيان قدام الناس. نعم. ومنين تنكونوا في شي ملعب. نعم. يعجبني المنظر الا كان الولاد راكبين مزيان ولابسين مزيان تدخل لي الخاطر ديالي. ضروري. ولكن الحمد لله حنا ما كانش الحاج. نعم. وراه مولنا. وتيتمشى معنا وتيقابلنا وتيراقب علينا. الله يجازيك. ماشي زعما نكذبوا على الله، راه ماشي زعما بسم الله هو باش تلقاه. لما كان هو ما كاين حتى حاجه. طب والله يطول له في العمر ديالو. الله يطول له ان شاء الله عمر راح يتفرحوا في دار السلام ديالنا كله مزيان. دخلوا حتى دار السلام وتشرفوه وتكرموه ان شاء الله. مشرف هنا في البلاد. هو راه مشرف. مشرف اي بلاد الحمد لله. تفق معاك. سمعت لاسي. نعم. مشرف هنا في البلاد ديالنا هو راه تيتجري اي بالخير. الحمد لله. في الصلح في القبيله ديالنا. إلا حضر هو كلشي تيوقرو. الحمد لله هذا حضر الله سبحانه وتعالى. كافي كلشي بالجماعة ديالو. إلا حضر هو كيف كلشي الحمد لله. الحمد لله. وخصو يجي ما يتاخذ في الحاجة اللي ماشي مزيانة. الحمد لله. يتاخذ بوجهك ما يوقف معاك ما يقابلك ما يجي صالح عليك. فيك الحق راه فيك الحق. صافي الله يرحمه يدي راه ما كاينش حاجة. الحمد لله. إلا جا هو عندنا الجماعة. دابا حنا الدور ديالنا. نعم. إلا جا الجماعة وتجمعنا عليه غنفسخو غادي يحلنا المشاكل. كان عندنا بيني وبين شي واحد. نعم. قال له راه هي راه هي غير يحكم توا بالعدل. لا بالعدل ماشي بشي حاجه. بالعدل يقول لك وجهك. نعم. راك ما مزياش ما مزياش. الحمد لله. واخا بغيت نتذكر واحد السيد اللي مسكين فاش انا بديت نتقدم في هذا المجال هذا مسكين ما دوش معايا بزاف. هو عمي دريت النهاري الله يرحمه الله يرحمه مسكين ووليه برحمه الله ويرحم كاع المسلمين في العالم. يلا بديت انا بغيتو مسكين يعاوني شويه ساعه توفى الله يرحمه. مسكين الله يرحمه. هذا شكون هو هذا الاخ الاب ديال عبد العالي؟ الاب ديال عبد العالي هو هذا. تحيه الله يرحمه مسكين ويرحم الجميع. كان في واحد بالي اختصاصيه سي عبد العالي مسكين ضرب على سي عبد العالي راه مسكين. هذا الاخ ديالو كبير ولا صغير؟ لا هذا خوه وهذاك ولده. هذا خوه وكان خونا كامل. الله يرحمه مسكين ووليه برحمته الحمد لله. هذو الاخوان ديال هذا الاخ اللي دوى عليه المقدم اللي توفى وكان باغيه قال لك يشوفوا ولكن ان شاء الله غتشوفوا في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله الله يرحمه مسكين ووليه برحمته. كانت باغيه عنده حماس. كان عنده واحد الحماس صعيب صعيب كان عنده حماس. ها الله باغي يزيد لقدام. ثلاث ايام ولا اربع ايام هو يعلم فيك مسكين باش توكل. مسكين الله اكبر الله اكبر. انا لله وانا اليه راجعون. الدراري والخايب مسكين كان راه الكاميو غادي يجي خصنا نمشيو الصباح يعني. اختك تمشي الله واخا تيكون عندك الشغل اختك تجي. والحمد لله داعينا معاه الله يواليه برحمه الله والله يجعلهم اهل الجنه وان شاء الله كلمه سعاده الرئيس ان شاء الله. تحياتي لك سيادة الرئيس غتعطينا معلومات على المقدم وعلى الشباب اللي كيركبوا وبغينا نشاركوك مع الناس. الشرف لينا ومرحبا معك عزيز خاوتي مقدم ديال الرئيس ديال الصربة. نعم. جمعية الكرم. نعم. معايا وتنشكروا الحاج الفحصي اللي واقف معنا ومدعمنا وكيضرب معنا تمارة كيتكرفص معنا وكيتكرفص مع الشباب الله يجعل كل شيء ندعموا الشباب يزيدوا لقدام ان شاء الله وبقى فيهم هذا الحب ديال الخير ان شاء الله والله يرحم بو ادريس الله يرحمه ويوسع عليه كان واقف ندير واحد فاتحه لهذا الراجل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.